Meishi Jack Foundation and Friedrich Ebert Stiftung invite you to their upcoming conference, Free Connected Minds, Connectivity, Social Media, Activism, Social Change, and more, organized by the Meishi Jack Foundation. Join us December 7 at Phoenicia Hotel. For more info and registration, freeconnectedminds.com. البداية طبعا مع النشيد الوطني اللبناني. Ladies and gentlemen, welcome to the Meishi Jack Foundation's annual gala dinner and media awards ceremony 2013. لم تقلب روزنامة MCF في صفحتها الرابعة دون توقيعها ببصمة تقدير لمن أحسن استثمار الصوت والقلم في خدمة الحرية والإبداع من خلال جوائز MCF للإبداع الإعلامي MCF Media Awards. عطول منطلع على الأمام وذكرى الألم من حولها لذكرى فرح. باتت الجائزة التقديرية Special Tribute for Lifetime Achievement تحمل هذا العام اسم الراحل الكبير أنطوان شويري الذي آمن بقضية المؤسسة فكان أول الداعمين لمشروع الدكتورة شدياق ونال هذا التقدير هذه السنة من رسم بريشته التاريخ الراحل بيير صادق أنا بشكر السيدة الأولى ماي أستاذ شويري بقول لها لماي ودايما بيرمت ما بقول عني ماي المشرقة ماي الصديقة والمناضلة والعزيزة بالإضافة إلى السيدة الأولى والسيد بيير شويري سلم الجوائز كل من مديرة الإعلام الخارجي في فرنسا السيدة ماري كريستين ساراغوس ومديرة المعهد الدولي للصحافة IPI أليسن ماكنزي ومدير مجموعة أوراسكوم للتكنولوجيا والاتصالات وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة ميشي دياق السيد نجيب ساويرس وممثل منظمة اليونسكو موغنز شميت والسفير المصري أشرف حمدي وأخيرا وليس آخرا وزير الإعلام وليد الدعوق ومدير مكتب ريبورترز ويزاوت بوردرز السيد كريستوف دولوار نالت المراسلة اللبنانية من قناة الجزيرة غادة عويس جائزة الالتزام الصحفي كما نال مقدم البرامج المصري إبراهيم عيسى جائزة الإبداع في الأداء التلفزيوني وأخيرا جائزة الشجاعة الاستثنائية حصدها المصور البريطاني جايلز دولي التي تحدى قدره من أجل مهنته. They can take limbs from us, they can injure us, but they can never take our thoughts. هي 4 سنوات حددت خريطة الطريق التي كرستها مؤسسة ميشي دياق لنشاطاتها حيث يرتسم جسر التواصل بين عالم الأكاديمية وسوق العمل تدريبات نوعية في علم الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الحديثة They will have a professional attitude towards journalism and she a modern attitude towards journalism 200 طالب باتوا حتى اليوم يحملون شهادات صدقتها مؤسسة ميشي دياق ومهرتها مراجع دولية منها منظمة اليونسكو والإنستيتو فرانسي دو ليبان والسفارة الأمريكية في لبنان. This is the UNESCO Meishi Diak Foundation workshop. Je pense que cette formation a un double intérêt, un intérêt pour les journalistes ou futurs journalistes libanais. This program in new media with the Meishi Diak Foundation Media Institute is very important in promoting this role. هون التريننج هو كان أكتر براكتيكال هو ما بينواجد بالجامعة صراحة عمليتها كتير مفيدة شخصياً لإلي
لأنه بيعطونا applications كتير مهمين. ولتحتل الكلمة الحرة مساحة أكبر في ضمير الوطن، خاضت مؤسسة ميش دياغ غمار تنظيم المؤتمرات، فكانت تجربة أولى بالتعاون مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان والمحكمة الخاصة بلبنان تحت عنوان حماية الشهود في الإجراءات الجنائية. وفي شهر كانون الأول من العام 2012 نظمت مؤسسة ميش دياق بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية مؤتمر حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي Free Speech and Social Media. أهلا بكم في عالم التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، هذا العالم الذي يغير ويتغير، يمدح ويهاجم، يقلب المقاييس التقليدية ويتأرجح على وقع التطورات التكنولوجية. ثم جاء مؤتمر نساء على خطوط المواجهة Women on the Frontlines في شهر آذار 2013 نتيجة لقاء نظمته مؤسسة ميش دياق مع الكاتبة الفرنسية إليزابيث بادنتير المنادية أبداً بحقوق المرأة، فانعقد هذا المؤتمر برعاية وحضور السيدة الأولى وفاء سليمان. ينعقد مؤتمركم تحت أربعة عناوين مختارة محورها النساء في الجبهات الأمامية في مناطق النزاع. خاض هذا المؤتمر في تجارب السيدات اللبنانيات الأول وسفيرات وصحفيات وسيدات أعمال من الطراز الأول، فأثار إعجاب الرجال. الفيرست ليديز اللي كانوا هنا كل واحدة فيهم ممكن تبقى فيرست، مش فيرست ليدي، كانت تبقى رئيسة. كثيرة هي الأمنيات التي حققتها مؤسسة ميش دياق، والآتي منها لائحة طويلة: معهد إعلام يتحول إلى أكاديمية، مؤتمرات هي بمثابة ملتقيات دولية ومواعيد سنوية. وإن سأل أحدهم هل من جائزة تنالها مؤسسة ميش دياق، نجيبه: إيمانكم، حضوركم ودعمكم جوائز نسعى أن ننالها بدرجة جيد، بل جيد جدا، بل ممتاز، وبالتأكيد على طريقة ميش دياق. I had the will and I found my way. صاحب الرعاية معالي وزير الاقتصاد والتجارة أولى نحاس، أصحاب المعالي والسعادة والسادة الرسميين وممثلي المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم، صباح الخير من جديد. الإعلام والحرية مفهومان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، فبوجود الحرية يكون الإعلام حقيقياً ويؤدي رسالته على أكمل وجه، وبوجود وسائل الإعلام يصبح للحرية مساحة لتظهر فيها أو ليعبر عنها. الحرية هي هي مهما ناضلت وتعبت وقاومت، أما الإعلام فبالتقدم التكنولوجي والتطور الاجتماعي تطور بنفسه حتى شهدنا ولادة ما يسمى بالإعلام الجديد. تنظم مؤسسة ميش دياق بالتعاون مع فريدريتش إيبرت ستيفتونغ مؤتمر اليوم بعنوان Free Connected Minds FCM أو تواصل الأدمغة الحرة، والهدف منه معالجة ثلاثة مواضيع رئيسية سيتم تفصيلها لاحقاً على يد اختصاصيين وخبراء في هذه المجالات من لبنان والخارج. ولمواكبة التطور الإعلامي يمكنكم استعمال موقع التواصل الاجتماعي تويتر واستخدام هاشتاج fcm2013 هاشتاج fcm2013 للإدلاء بآرائكم وكتابة تعليقاتكم. وفي نهاية المؤتمر أصحاب التغريدات البناءة سيكون لهم الحظ بجوائز عديدة من سامسونج، فلنغرد. الكلمة الآن لإنسانة لا شك في أنها تشكل مصدر وحي للكثيرين ممن يوافقونها أو يخالفونها الرأي. خلقت من الضعف قوة، ومن الظلام نوراً، ومن القمع حرية. اسمحوا لي أن أقدم الإعلامية الحرة، أستاذتي في الدراسات العليا في الإعلام، الكلمة لمؤسسة ورئيسة مؤسسة ميش دياق، دكتور ميش دياق، تفضلي.
بلكسي لتلبق مع الديكور. أهلا وسهلا فيكم جميعا، بشكر كل اللي حضروا اليوم، وحضوركم كتير عزيز علينا، خصوصا أنه بلبنان بس تنزل نقطة شتاء كل شيء بيتعطل. بقى برغم من كل هالشي العدد الموجود، أنا بقدر كتير حضوركم ومشاركتكم لقلنا، خصوصا أنه في كتار قالوا لي أنه قولكم التيتر تبع المؤتمر يلي هو Free Connected Minds هلقدي سكس أبيل، مثل ما بيقولوا أنه بيجذب كتير من الحضور، لأنه في البعض يمكن يستوعب عن شو عم نقصد، والبعض الآخر يمكن يعتبر أنه العبارة شوي هيك واسعة وطنينة. بس هلأ بعد السبيتش الصغير يلي محضرته، أكيد بعدين بس نبلش بالبانلز مباشرة، رح تستوعبوا أكتر وأكتر شو المقصود بتأثير وسائل التواصل الحديث على عالمنا الحالي بكل قطاعاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وخصوصا انه بعد الظهر بنوعدكم ب بانلز اثنين على مستوى كتير عالي. في شيء بنسميه الهاكتيفست، يعني هاي العباره اللي بتجمع بين الهاكت والاكتيفست. بقى الجناس هن اكثر شيء بيتحمسوا لهيدي المواضيع، وبنتامل انه ينزيد عددهم خلال ساعات بعد الظهر لمتابعه هالبانلز. لنرجع للكلمه الرسميه المحدده سلفا، واللي هي معالي وزير الاقتصاد والتجارة، نقول نحاس راعي هذا المؤتمر، أصحاب المعالي والسعادة، ممثلي المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم. قالوا بالشكر تدوم النعم، فاسمحوا لي أن أستهل كلمتي هذه بشكر كل من ساهم في التخطيط لهذا المؤتمر وفي تنفيذه، لأنها هي حق النعمة أن أعود وألتقيكم في إطار هذه النسخة الثانية من مؤتمر أردناه لقاء سنويا مخصص لمناقشة واقع وآفاق وسائل التواصل الاجتماعي، وحملناه عنوانا جديدا Free Connected Minds، دليلا إضافيا على سعينا الدائم لمواكبة كل ما تشهده ساحات الإعلام والتكنولوجيا من تطور وتفاعل. أشكر مؤسسة FES Friedrich Ebert Stiftung، من سنة لسنة تعلمت ألفظها أحسن بالألماني، سنة الماضية كنت أقول شتفتونك، سنة صرت شتفتونك زبطت، على استمرارها في مؤازرتنا ومساعدتنا على جعل هذا المؤتمر موعدا استثنائيا تسجلونه للمرة الثانية في قائمة مواعيدكم وجداول نشاطاتكم. كما أشكر مؤسسة إيبسوس لجهودها في تنفيذ الاختبار العلمي الذي يشكل إحدى أهم مقومات هذا المؤتمر، وأيضا شكر خاص إلى وسائل الإعلام كافة المساهمة في تغطية فعاليات هذا الحدث، لسيما LBCI المحطة البيضاء وقناة العربية. لطالما كان الإعلام عنصرا أساسيا في بناء المجتمع، مما حمله على مدى العصور مسؤولية كبيرة لجهة التحلي بالموضوعية والمساهمة في تقدم المجتمع. ومع تطور وسائل التواصل لم يعد الإعلام أحادي الوجهة، فأصبح المستهلك منتجا للمحتوى، والمنتج التقليدي في غالب الأحيان مستهلكا. لذلك نجد الكثير من وسائل الإعلام تتسابق لنقل الخبر عن وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق سبق صحفي، أو ببساطة لأنها أصبحت المصدر الأساسي للخبر، تستقيه مباشرة من صناع الحدث. إن هذا الواقع أسفر عن كم من هائل من المعلومات والبيانات ينهال على مدار الساعة بل الدقيقة إن لم يكن الثانية على مشاهد ومستمع وقارئ. فهل من قدرة بشرية تستوعب هذه المعطيات، تحللها، تقوم مدى موضوعيتها بل صدقها، وتحسن استثمارها؟ إن التجربة العلمية التي أرسينا معاييرها قبل أشهر ونتطلع على نتائجها في سياق مؤتمرنا هذا هي تجربة رائدة في العالم العربي. إنها تحدد عادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأنماط استخدامهم لهذه الوسائل، وكيفية انتقائهم للمعلومات، وسبل إفادتهم من المعطيات المتوفرة لهم على هذه الشبكة. بالفعل لقد خلقت الانترنت وسيلة إعلامية جديدة استفادت منها الشعوب في البلدان كافة، وخصوصا في عالمنا العربي، لتعزيز الشفافية والمحاسبة،
إضافة إلى خلق حرية أكبر في التعبير ومساحة أوسع للتواصل واستقاء المعلومات وبناء المعرفة. ولكن من جهة أخرى، وكما في كل شيء، هناك من استفاد من هذه المساحة الحرة وأساء استخدامها لأغراض تدميرية ولأغراض تخريبية أيضا، اجتماعيا وسياسيا وماليا وأمنيا، فأعطى ذريعة كافية لبعض الدول والأنظمة لاستباحة الخصوصية وللتجسس أيضا، بحجة الحفاظ على الأمن ومحاربة الاحتيال والإرهاب على المستوى العالمي. والأسوأ من ذلك كله أن بعض الأنظمة القمعية أدرك سريعا مدى تأثير التواصل الاجتماعي على الرأي العام العالمي، فاستعمله وسيلة لتشويه صورة الحركات التصحيحية والثورات. ها نحن اليوم نعيش في عالم إلكتروني يخلق مساحة حرة لكنها غير منظمة. فكيف نتعامل مع هذا الواقع؟ كيف نقيس مصداقية الوسيلة التي نستقي منها معلوماتنا؟ نريد لمؤتمرنا هذا أن يكون عينة تتمثل بهذه المساحة التي تشهد افتراضيا تفاعلا فكريا. نحن نريد لمؤتمرنا أن يشكل نموذجا وإن مصغرا لتلاقي الأفكار والآراء، ولكن قيمته المضافة التي يتفوق بها على مثيلته الافتراضية أنه واقعي، أنه فعلي، وأنه حقيقي للغاية. أنا أتمنى أن تشكل هذه المناسبة فرصة للجميع لتبادل الآراء بموضوعية واستخلاص أفكار يمكن أن تترجم إلى خطوات عملية تؤمن استمرارية هاتين المساحتين الحرتين وتعزز الأمان لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كما تخدم أهداف بناء مجتمع منتج وآمن وحر. لعل التحدي الأكبر الذي واجهناه في سياق تنظيمنا لهذا المؤتمر هو أن نجمع تحت سقف واحد مختلف مكونات هذه المعادلة الصعبة التي تمثلها معادلة التواصل الاجتماعي. أكانوا مجرد مستخدمين أم ناشطين أم هاكرز إلى آخره من المبحرين على متن الشبكة العنكبوتية لغايات أخرى، مع أنه ما بحب كلمة عنكبوتية بتعص. نحن في مؤسسة ميشيديا فاونديشن، كما نؤمن في الدفاع عن الحرية والشفافية والمصداقية، ونعمل كي يبقى الإعلام جديدا كان أم تقليديا وسيلة لبناء مجتمع منتج ومثقف ولترسيخ الحرية وتطوير نوعية حياة الإنسان مهما كانت عقيدته وخلفيته الاجتماعية. كذلك نؤمن بمواجهة التحديات مهما كانت صعبة، فعلى قدر صعوبتها تأتي النتيجة رابحة وتأثيراتها عميقة. ونعرف جيدا أن الحرية وهي حلم كل إنسان لا تكتمل، بل تدمر الفرد والمجتمع إن لم تقابلها بل توازيها المسؤولية. من هذا المنطلق أتت فكرة هذا المؤتمر الذي يرمي إلى فتح نافذة جديدة نرى من خلالها عالم الإعلام الجديد كوسيلة للتواصل الفكري ولتعزيز الحرية في مساحة مشتركة للحوار، وصولا إلى بناء مجتمع ناجح تتقاسم فيه مختلف الفئات حمل المسؤولية لما فيها الخير العام. في الختام أهلا بكم إلى ساعات ولو قليلة من الآراء الحرة والكلمات المسؤولة. وفي الختام كلمة صغيرة جدا جدا بالإنجليزية: Welcome, dear guests. Join us in free minds, at least for a few hours. Let us try to unify with absolute liberty to claim a better connected world where all free connected minds would use freedom with responsibility and integrity. And now it is my pleasure to take this opportunity to announce the launch of our new website designed by our partner Quantum. Let us press the play button, and here we are. Okay, so this is our new website. We invite you all to visit the website of the Meshija Foundation, check our past and upcoming activities, as well as events related to media workshops, conferences, and media awards. We hope that you will browse the pages of our new website with ease and curiosity. And thank you all for being here with us today. Welcome again and again. Thank you. شكراً دكتور ميشي دياق.
أما الآن فالكلمة لممثل فريدريتش إيبرت ستيفتونغ في لبنان السيد أخيم فوخت. مستر أخيم فوخت, the floor is yours. Your Excellency, Minister of Economy and Trade, Mr. Nicolas Nahas, Your Excellencies, our dear friend and partner, Dr. Maeshi Diak, dear participants who arrived here with free, connected minds. It is a real pleasure for me to extend to all of you a very warm welcome on behalf of the German Friedrich Ebert Foundation to this year's international conference on this very timely and most important topic. I believe it's a timely topic because 2013 marks the 20th anniversary of the World Wide Web. And even if most people won't believe it, yes, the web has just left its teenage years. On the 30th of April 1993, the European Organization for Nuclear Research in Geneva, also known as CERN, released the W3 software into the public domain. Since then, the global public, you all, is free to use the web, an historical event that has fundamentally changed our behavior in communicating, networking, and in the acquisition and distribution of knowledge. It has connected our minds, personally as much as globally. The tectonic shifts in communication have drastically uprooted traditional means of communications. Does anyone still send personal letters or even postcards? The telex, does anyone even remember, is gone, and on the 15th of July this year, the last telegram was sent in India. Another era has gone. Twitter, emails, Facebook, YouTube, Skype, WhatsApp, the new means of information and communication seem to dominate our sheer existence. We are drowning in news, information, and possibilities to communicate. Now, drowning, that sounds negative, but is this really a negative tendency? Have we become hostages of technology? Like, yes, we can do it, but no, we can't handle it. Or has this revolution actually freed us from constraints, connected people and peoples, and enriched our minds? I believe we need to ask three principal questions here. First, what does the state have to allow and support, and what does it have to regulate and limit? Second, which rules should the providers of means of communication have to consider and respect? And finally, third, what is the role of the individual, of the informed citizen? Or, to put it in one phrase, is there a responsibility of media, business, and the state with regard to providing information? And, or is there a responsibility of the citizen of choice? At the end of the day, Twitter, Facebook, the web, mobile phones, emails, and Skype are only means of communication. To decide upon the way and the intensity in which we want to use these means is our individual and community's choice. And yet, should everything that is technically possible be allowed? Every biased comment on real or so-called websites, news websites, every hate speech on YouTube, every mobbing on Facebook, or tweets that might cause political turmoil? Aren't audiences and viewers just overwhelmed by completely unedited footage on satellite channels? Or by the sheer choice between thousands of TV channels with mostly extremely low quality content? Do we have to protect our youth? Or does the younger generation today just absorb information with double the speed that the elders were capable of digesting because they just grow up with it like this? In Germany today,
There is a growing public debate about connectivity. More and more companies issue regulations which urge their employees to turn off their office mobile phones after work. And what is more, they also urge their management not to harass staff after working hours or over the weekend. While sometimes it seems cool to be connected 24/7, the number of young professionals suffering from burnout symptoms is rising. A very good friend of mine working in Afghanistan collapsed after treating an average of 400 emails per day. It is interesting for me that the debate in Germany is not focusing on demands for the state to issue legislation or on the citizen or employee to disconnect, but on the industry to take responsibility. If employers understand that there are limits of efficiency and productivity, they might acknowledge that it is in their best interest to balance the workload. Now, I do, of course, understand that to suggest anyone in Lebanon to switch their mobile phones to silent mode or to turn it off completely is not necessarily going to be a successful endeavor. But it might be useful to lean back for a moment and to reflect about the question at what moment connectivity impedes freedom. Ladies and gentlemen, if these remarks seem to be a little bit too philosophical, we can also ask more practical questions. Is it more useful to cultivate some 100 Facebook friendships and be globally connected, or to pay a personal visit to friends and neighbors in the village? Is it more necessary to support local shops in the neighborhood or to buy at Amazon, because the internet has created more than 3 million jobs in Europe and 4 out of 10 internet users in the Middle East buy goods online today, creating an overall revenue of $9 billion in 2012 in the region? All these are questions that neither business nor technology can answer. Only the individual, the citizen, on the one hand, and or society and politics on the other hand, will be able to discuss answers and solutions for the future which will help people to develop and maintain free, connected minds rather than to drown and degenerate into chained and addicted souls. Neither taboos or restrictive laws nor permissiveness or market rules will generate these minds, but a self-critical discussion among informed citizens within states that care for the common goods. In this sense, I would like to wish you all an enriching day of free thoughts, brilliant minds, and new connections. Thank you very much.